أهلا غزالات، كديرين؟ صباح الخير عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، أموركم مزيانة؟ جميع متتبعاتي الغزالات، ياك لاباس عليكم؟ هاني توحشكم الغزالات ديالي. المهم إن شاء الله فيديو جديد معاكم. المهم غندوز دابا وأخيرا الكوزينة وجدات دابا، بقات البنات قطر الثلاجة و لافاتريش هما اللي بقاو خاصين. ان شاء الله. المهم غندوز ندير لكم واحد الجوله في الكوزينه، تشوفوا المعانات، حيت داكشي كنت شريته من الهيب وموريتوش ليكم. ودابا غندوز نتقاسم معكم كلشي، ودابا ندير لكم شي حاجه ما قديتهاش مزيان قولوها ليا، نشارك معكم حاجه بحاجه. شوفوا التنظيم صراحه طلعات غزاله من المعانات اللي جات ليها من طاليا. المهم الغزالات ديالي خليكم مع الفيديو ما تمشيو فيه، وغنتبعوا معايا ديالي. غنبدا لكم من هنايا البنات، راه باقي غدا عاد غيجي تريسيان، باقي ها نتوما، راه باقي ليا هذه باقي ما قديتهاش، وباقي ليا هذه ها نتوما، هذه هي باقي ما قديتهاش، هذا غدا عاد غيجي تريسيان يقادهم ليا، حيت هادو كنا جيناهم معنا من طاليا انا البنات. انا غنوريكم في اخر الفيديو هذوك ديال هادو لانكاسات وهاد التخربيق، هادو كله غنوريه لكم البنات. كلشي جناه من الهيله، هاد السلوكه ديال الضو، كلشي كلشي كنا حنا جناهم من طاليا. المهم غندوز دابا غنبدا لكم البنات من الفوق. كيف ما كتشوفوا هاد ديال الحريره بالسليف ديالها السته، خليتهم كومبلي البنات، لا هما اسورتي مع. المهم نحاول نطلع هنايا باش نوريكم مزيان. المهم هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات، هادي ديال الحريره درتها هنايا، قادات معايا بنت اختي، هي اللي قادات معايا عاوناتني. وهنا الغزالات درت هنا واحد السليفات بحال ديال الزبده ديال هادو كانوا عندي ليه، قلت غير نفعوني فوق، درت فيهم الزيتون، ديري فيهم بحال الا جا عندك شي واحد، كاينين عندي سته حتى هما البنات في الذهبي. وهادو اختي ديال هاد الكويسات هادو حتى هما درتهم هنا لتحت، حاولت نديرهم هنا في ديال الدجاج باش يبانوا البنات. وهنا الغزالات، هنا الكيسان اختي هادو حتى هما في الذهبي، والبريالدات في الذهبي، جاوا شي حاجه واعره يا الغزالات كيف ما كتشوفوا. المهم مع الدجاج البنات اللي قالوا لي هادو ديريهم في الذهبي، هادو حتى هما جاو زوينين. ومن بعد البنات لمليتهم راه نبدلهم، تقدري تبدليهم، نمشي لبلاصتهم منين فين صوروا لي الكوزينه ونجيبهم. كيف ما كتشوفوا جاو شي حاجه فنه. وندوزو لهنايا اشنو درت. هنا الغزالات درت هاد البريلات للاستعمال اليومي اللي غنعود نستعملهم كيف ما كتشوفوا. هادو الكويسات اللي كنت سامبل، هادو باغا نشرف فيهم زوينين، هادو في الذهبي من الفوق سامبل وتق، عرفتوا البنات صحاحين وزوينين، جت منهم هادو البنات حتى هما 12 كيف ما كتشوفوا. وهذوك الكيسان حتى هما طوال، هادو كنت خديت 12 سته خليتهم في الدار اللي في طاليان، وسته جتهم هنايا صافي. وهاد الكويسات ديال الماء كلشي هنا درتو هنايا كيف ما كتشوفوا الغزالات. وهنايا البنات درت هادي ديال الشلاضه بحال هكا، ولا ديال الديسير بالزليف ديالها سته، حتى هي في الذهبي البنات، في الداخل راه بالذهبي. المهم هانتوما راه يبان ليكم في الذهبي كيف ما كتشوفوا. وهادي ديال المعالق، كل هذه ديال المعالق فيها معالق 34 34 البنات، ما بغيتش نحلهم حيت ديجا عدي عمر عاد. انا غندوز نوري، خليتهم غير هنايا بحال هكا، الا كان جا عندي شي واحد عاد نجبدهم. ايوا هادو حتى هما خليتهم هنايا، حتى هما ما حليتهم ما والو، لا هما لا واحد العيب واحد الفراقه هنايا كيف ما كتشوفوا الغزالات، درتهم هنايا هادو اللي ما غنجبدش بزاف، درتهم هنايا صافي. وهادو الاستعمال اليومي، هادي ديال بحال هكا ديال الزيت، هادي ديال الزيتون ولا ديال الزبده ولا هذا، استعمال اليومي درتهم هنايا الغزالات. وندوزو لهنا، هنا اشنو درت. هنا البنات هادوك الكيسان كانوا قلت لكم ديال عرسي، كانوا جابوهم ليا، لا هما ولا هادو في الذهبي، هادو حتى هما خليتهم هنايا نستعملهم استعمال بحال اليومي. وهنا كيف ما كتشوفوا هذه كانت هي عطاتها لي اختي، شي حاجه زوينه البنات هذه. المهم راكم عارفين الحاجه اللي كتكون قديمه زوينه، وهادو فاش عجبوني مسانين درتها هنايا صافي. هنا غنوريكم. المهم من بالنسبه ليه، وهنا في فوق الرخامه درت السلام عليكم. هنا البنات درت هادو، جاو حتى هما اسورتي البنات، درتهم من الفوق
هنا لتحت جاو هادو خطيرين خطيرين يا البنات، جاو واعرين فما عرفتو هادو الحجم ديالهم كبارين. درتهم هنايا كيف ما كتشوفوا، واحد الطويجين حطيته هنايا هانتوما الغزالات. وهنايا درت هاد الكويسات هادو ديال الكابوتشينو، حتى هما فنين يا البنات، فنين فنين فنين. هادشي البنات راه حيت كله كنبيع ان شاء الله، انا غنرجع في شهر 9 عاد نرجع لكم، نرجع للجروبات ديالي. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، جاو واعرين، جاو خطيرين خطيرين. المهم لعبت على الذهبي، جا شي حاجه واعر مع هاد الرخامه يا البنات، جا شي حاجه واعر. حيت ديجا هي فيها هاد الخطوطه هادو، جاو اسورتي مع هاد ديال الكوزينه. صافي هنا الغزالات، درت الطبيصلات لان هادي باقا ما قداهاش ليا زكريا. هذيك ديال الطباصيل هودها ليا شويه، وهذه ديال الكيسان بحكم فين ما نغسل نحط. المهم تحطي الكيسان هنايا، المهم حطيت غير الشبيكات تما كاين، ودوك الطبيصلات تما كاين، تيقادها ليا. وبالنسبه لهنايا الغزالات، المهم هانتوما بالنسبه لهنايا، درت الفوق هذوك في الحميمه جاوا عالم زويناتهم. ودرت هادو واخا ما جاونيش حيت لي من ولاقه راهم جاو. درت هاد الزليفات هادو تا هما ديال الزيتون ديال اللي بغيتي تحطي فيهم، درتهم هنا. وكيف ما كتشوفوا الغزالات، هاد الكيسان هادو البنات في الزوينين، الاتاي والمناضه يجيو شي حاجه زوينه. شو البنات حيت كاين اللي ما عندوش مع يشرب اتاي وما يبانش ما تبانش ليه الدكه، وانا منهم غنخليهم بحق المناض، راهم يجيو زوينين. ايوا ها نتوما الغزالات، وهذه حطيتها هنايا بحق نحط فيها الديسير. نستعمل هاد الاستعمال، ما نخبيش، نكذب عليكم البنات، الماء ديالي انا ما نخبيهمش، نتمتع فيهم، هادشي اللي كاين. هذه يا البنات المهم حطيتها هنايا، نحط عليها بحق البنان، تحطي فيها بحق الديسير اللي ياكلوا وليداتك هذا. وفي نفس الوقت الا بغيتي تحطي فيها اللوز القرقاع الفواكه الجافه راه تجي زوينه. وهذا اختي هذا المقيريج هذا عالم زويناتو في البيض، جا واعر البنات، جا حتى هو جا مع هذا الشيء شي حاجه زوينه ديال العود، وجات هذيك اللعيبه هي مع العود، جا زوين كيف ما كتشوفوا الغزالات. المهم راه حيت باقا ما طيبت ما والو، حيت باقا ما جاتنيش الثلاجه البنات. صافي بالنسبه لهذا البلاطو هذا، درت فيها البنات هذا، باغا نديرو فوق الطبله، باغا نشري واحد الطبيله حدا في المرح ونحط عليها هادو، هاد المبخاره وهاد البخور هذا. صافي وحطيت هذيك تما كاين هادي، هادشي راه كلشي اللي تشوفوا فيه جتو من طاليا. صافي هنا الغزالات، هنا درت هاد السويبر باغا ندير فيها بحق السنيده، وغادي ندير فيها اتاي استعمال يومي. وهاد الكويسات هادو ديال الماء، هادو كنت خديتهم من طاليا، كنت خديتهم بجوج اورو الاوفيرتا، بجوج اورو الواحد. وهادو اللي خديتهم من ليدر وكان وصلوني مهرسين، وكان ماشي مشكل نستعملهم، جاوني مضروبين شو البنات، حيت مع البلاستيك هذاك داروا ليا، ما قدهمش ليا زكريا مزيان. صافي هنا الغزالات هادو شفتهم حتى هما، دوك نشريتهم حتى هما من لهي، هادو ديال العطريه، غادي نتقدى العطريه ونعمرهم كيف ما كتشوفوا، جوج ربع سته ثمانيه تسعه هما، وحده راني دايراها اللي هي شاطت، حيت كل باكيه فيها ثلاثه سته ثلاثه تسعه. شتو الغزالات، صافي وجبت هادو كيف ما كتشوفوا، درتهم هنايا، جاو زوينين هادو، جاو في الذهبي تما، جاو انيقين يا الغزالات، جاو على مزوينات. ايوا ندوزو هنايا، شنو درت هنايا، عرفتو هنا كبير راه ما ديري، وجاو غزالين، جاو شي حاجه هنايا فنين. المهم هانتوما البنات، انا درت هادو في الذهبي كيف ما كتشوفوا، هادو درتهم هنايا، هادو كنت خليتهم، هادو راه كنت خليتهم من ليدل كومبلي، فيهم الشويته وفيهم هادي ديال المسمن وفيهم هادي وفيهم هاد الضره، زوينين الغزالات. وكيف ما كتشوفوا هاد المعلقات هادي بالطويسات ديالهم، راه كنت شاركتهم معاكم، ها هي حط زكريا هادو بالطويسات ديالهم بحق هادو البنات. الديسير عرفتو تقطعي بحق البنات كدلاع على بغيتي تمشي طيحو، زوينين. صافي درت هنا العويشقات هادو اللي في الذهبي كاملين هنايا، جاو غير زويناتهم. عرفتو هاد المعلقات عندي قدام، معلقه يا معلقه البنات،
تبان لكم زوين ماضي اني طالي شي حاجه وزال يا البنات. هادو راه كنت قلت لكم كنت مصيفطاهم شحال هادي قبل ما تزاد صابرين كنت مصيفطاهم، دابا ما نحتاجش كاع نشري. وهنا درت الوزالات جميع داكشي اللي غنستعمل، جايبه هادشي وغنحطو نخزنو شي حاجه نخزنها، واللي غنستعملهم راني درتهم هنايا كيف ما كتشوفوا. هاد الفويطاس بحال هكا ديال الكيسان ديال هاد لانابات كيف ما كتشوف. صافي وحطيت هادو هنايا جاو زوينين. وهنا لتحت باغا ندير البنات باغا ندير بحال هكا راهو سباكيتي تقضيه دينيها هنايا. صافي. وهنا المهم هنا راه باقي خاوير كوزينه كبيره ارامتس، هذا كانت هرس لي خليته تما كنت نصوبو عند مول الدجاج. وهنا لتحت هانتوما البنات هنا هذوك القوامر راه باقا ما قاديتهمش باقا ما قاديتهمش. المهم هنا غيدير زكريا البوطه كاينه القصريه حطت لي اختي غيدير البوطه هنايا يلاه كيشريها. وهنايا الغزالات فرشت هادي بحال هكا عرفتو. هذا كنت خديته من نوريه ليكم، هذا كنت البنات اللي في الطاليان، هذا خذوه شي حاجه فن الحمامات كيخلي واحد الريحه خطيره يا الغزالات كيخلي ريحه زوينه. وهنايا درت هذيك الفراقه وهنا هذوك الوامال وهذوك. وهنا شنو درت البنات، هنا درت هذوك هاد المقيلات عرفتو هاد المقيلات واعرين هاد المقيلات هادو فني ثلاثة كنت هما شتو من طاليان. وهاد الكيسان هادو اختي كانوا جابوهم ليا في متيولين متيولين فيهم الخضرين من الخضر الملكي وفيهم الحميمر فيهم الاحمر. صافي الغزالات وكانت هادي هي الكوزينه اختي. ها انتم البنات شوفوا كيف جات، شوفوا كيف جات اختي سامبل وخفيفه. واللي كيشوفك ما تبقايش تخليها هكا، ما تزيديش عليها الالوان وما نزيدش عليها الالوان، لعبت على الدوغ يا البنات والبيض صافي، ولا لعبت نلعب على شي حاجه كحله صافي. هادشي اللي كاين الغزالات صافي. وهادو كنت خديتهم البنات من ملي كنت في الطاليان، هادو جاو زوينين هادو في الخديدر درتهم هنايا، هذا تا هو درتو هنايا جاو على مزويناتهم جاو هنايا. ما الغزالات ديالي قولوا لي لا بانت لكم شي حاجه ما قديتهاش مزيان، بانت لكم شي حاجه ما درتهاش في بوست زوين، وكنثق في الاراء ديالكم وكيعجبني الذوق ديال المتتبعات. كاين معايا غير المتتبعات الانيقات والحادقات تبارك الله ما شاء الله عليكم الله يحفظكم ليا. المهم لا بانت لكم شي حاجه غزالات ماشي تلهيه وما قديتهاش مزيان. المهم عرفتوا هذا اللي كيشوفوك يحمق عليه شي حاجه خطيره البنات هذا. وبزاف الناس قالوا لي ديري بحال روبيني، هادو ديريهم بحال روبيني راه يجيو زوينين. المهم الا بانت لكم البنات شي حاجه ما قديتهاش مزيان وما صايبتهاش مزيان قولوها لي صافي. انا نتسنى الميساج ديالك، انا كنقرا تعليق بتعليق، انا ما تعليق بتعليق كنقرا. المهم الا بانت لكم شي حاجه ما قديتهاش مزيان خليوها لي في التعليق الغزالي. وهنا غنحبس معكم الفيديو ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا لكم والله يفرحكم حتى نتوما، الله يكمل عليكم بالخير حتى نتوما، والله يسهل على كل وحده واللي مسكينه ما عندهاش وليداتكم ولا حيت معايا شي متتبعات. نقول لهم الله يفرحكم والله يعطيكم الله يرزقكم الذريه الصالحه يا ربي، ويعطيكم ما كتمنوا في خاطركم الله يفرحكم كامل، كنقول لكم من قلبي وحده وحده الله يفرحك اختي. يا الله غزالات الله يفرحكم دائما، انني احبكم في الله قبل عليكم.